هو النور يهدي الحائرين ضياؤه. الحمد لله، الحمد لله صاحب الأيام والجمع ورب المشارق والمغارب والعالمين والباريين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده، ونصلي ونسلم على المبعوث للعالمين رحمة سيدنا محمد سيد سفراء الإنسانية، وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، فيا عباد الله، اسمحوا لي أن أوصي لنفسي وإياكم بما وصى به رب البرية، حيث قال في بعض آياته الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا عباد الله أن الله قد اصطفى رجب من بين الأشهر، فهو شهر عظيم بكونه واحدا من الأشهر الحرم، وأنه شهر الحادثة الكبرى، حادثة الإسراء والمعراج، فهو إذن شهر الصلاة. ولقد قص الله علينا في سورة الإسراء رحلة نبينا المصطفى، فقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. فهذه الرحلة العظيمة المعجزة من الإسراء والمعراج فيها ما لا يحصى من عبر كبرى. فالعبرة الأولى يا سادة أن المنحة لا تأتي إلا بعد المحنة، وأن الفرج لا يأتي إلا بعد القربة. فالنبي بعد أن توفي عمه الناصر له أبو طالب، وزوجه الكريمة المعينة الصابرة خديجة، التي هي بمثابة الأم والزوجة والأخت، تأثرا شديدا، وسمي هذا العام في حياته بعام الحزن. فجاءت ضيافة الإسراء والمعراج تكريما من الله تعالى له، وتجديدا لعزيمته وثباته. فبعد كل محنة منها، وهذا أمر حقيقي ملموس. فلنتدبر قصة نبينا يوسف عليه السلام بعد إلقائه في الجب وبيعه بثمن بخس، وصار عبدا بعد أن كان حرا، وكان متهما بالفحشاء ثم سجن. فأي أمل بعد ذلك؟ انقلبت المحنة إلى محنة، وصار يوسف عزيز مصر، وجلس على عرش مصر، وأجلس أبويه على العرش، فيسجد له أبواه وسائر إخوته. فكان ذلك امتحانا وابتلاء من الله، فرضي نبينا يوسف بقضاء الله وقد صبر. وبعد ذلك
ابتدلت المحنة إلى منحة. وهذا يا سادة هو المطلوب منا، أن نكون نرضى بقضاء الله ونستلم له صابرين محتسبين. أيها المسلمون الأعزاء، أما العبرة الثانية أن صلاة نبينا مع الأنبياء وصار إماما بالمسجد الأقصى في بيت المقدس دليل على وحدة الأديان السماوية، وإلى أن رسالة الله واحدة، فالإسلام هو المنة الكبرى والنعمة العظمى التي لم يختارها الله لإسعاد العرب فحسب، بل ليسعد البشرية كلها في الدنيا والآخرة. فليس الإسلام دين العرب، وليس الإسلام دين المسلمين فحسب، إنه دين أهل الأرض، بل هو دين البشرية كلها. فقد قال ربنا: إن الدين عند الله الإسلام. أما العبرة الثالثة، وهذه هي الأخيرة، أن ثمرة حادثة الإسراء والمعراج هي المعراج الروحي للمسلم. أيها المسلمون الأعزاء، إذا كان النبي قد عرج به إلى السماوات العلى، فلدينا أيضا معراج روحي نستطيع بواسطته أن نرقى إلى الله بواسطة الصلاة التي هي هدية الإسراء والمعراج. فلما كان الإسراء والمعراج للرسول بالجسد والروح، فإن الله اختص أمته بأن فرض عليهم الصلاة لتكون عروجا لهم إلى ربهم بالروح والقلب. فالصلاة إذن هي معراج المسلم إلى الله، يقترب من ربه في سجوده، ويتلو كلامه في قيامه، ويردد أسماءه، ويكبر ويسبح باسمه. فإذا كان الرسول قد اقترب من ربه كل الاقتراب، فإن في الصلاة قربا حقيقيا من الله تبارك وتعالى، كما ورد في قوله تعالى: قل لا تطع واسجد واقترف. فما أعظم قول بعض العارفين: إن منزلة الصلاة من الإسلام بمنزلة الرأس من الجسد، فهي عماده وركنه وشعيرته، فهي وسيلة المعراج إلى الله. فيرتقي العبد من حال إلى حال، ومن منزلة إلى منزلة، ومن رؤية إلى رؤية، فهي واسطة المعراج من عالم المادة إلى عالم الروح، ومن عالم الأوهام إلى عالم الحقائق. أيها المسلمون الأفاضل، فالله ندعو أن يسهلنا في العروج والمعراج إلى حضرته، وفي نيل قربه مثل ما دنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من ربه وقد سعد بقربه، حيث قال تعالى في الآية 8 و9 من سورة النجم: ولتكون هاتان الآيتان ختاما لهذه الخطبة الأولى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والبيان والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
الحمد لله، الحمد لله الفتاح الغفار، ونشهد أن لا إله إلا الله الكريم العليم الستار، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أشرف الخلائق والبشر. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد صاحب الحوض والكوثر، وعلى آله وأصحابه السالمين من عذاب النار. وبعد، فيا أيها الأبرار، اتقوا الله، اتقوا الله في الليل والنهار، واعلموا أن الله صلى على أفضل من علم وعرف وبصر، سيدنا محمد المعصوم من كل شر. فقال تعالى وأمر: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار، سيدنا ومولانا محمد المختار، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، وعلينا معهم برحمتك يا رحيم يا غفار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك أنت الغفور الستار. اللهم احفظنا واحفظ المسلمين من كل مكروه وسوء وضرر. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم احمي بلدنا إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين من الفحشاء والمنكر، ما بطن منها وما ظهر. ربنا آتنا في الدارين حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه وأنعمه ونعمائه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر. هو النور يهدي الحال.